شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي براحة عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك، انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، مش يا بنت غوري. ام سفله ايه؟ وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديم لحد. بس يلا كله يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. براءة؟ عسل قوي براءة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا ولية؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز. طب والختمه الشريفه ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغايه بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شويه وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الاوضه عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربيه. يا عيني على اللي نابك، يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جدتها متلجه. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمه هنا؟ وطي صوتها، هي معقوله تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ هي متلزقه يعني؟ خشي خش. دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام ساميه تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي. رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟
سيبتي ركبي. انت مالك يا ابله؟ في نفسي هفتني على الرمان، قلت اقفلك لحبيتي بلاش. البت دي خدتك وروحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، روحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانت ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه. وإذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا وإحنا لسه بنقول يا هادي في أكل عيشنا.